اشتهر فريق الكمال في الماضي باسم الفريق الفاشل، لكن قد تغير كثيرا منذ ذلك الوقت، واستطاع الفريق أن يهزم فريق مدرسة الصقور. وحينما كانت روح الفريق عالية، تقدم غلام أظهر مهارته الفائقة وساعد كثيرا في تطور حركة الفريق. ولكن هل سيستمر مع الفريق؟ فريق الكمال في شدة وضيق نتيجة للهجوم العنيف من قبل فريق الصقور لكرة القدم. ماذا سيفعلون؟ انتظروا. عليك برقم 11 يا بسام. وقف الكابتن أمين عاصفة من ضربات فريق الصقور، لكن بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني سجل الخصم إصابة ثانية. كمال قم بهجوم معاكس، والآن يضرب رامي الكرة برأسه. هل أنت بخير يا رامي؟ لا، لن نستطيع الاستمرار في اللعب دون رامي. لن يفوزوا بقلب هجوم كهذا. كابتن، ماذا نفعل؟ ليس باليد حيلة، يجب أن ينضم زرزور إلى المباراة. هيا يا زرزور. آسف، لا أستطيع اللعب اليوم. ولم لا؟ أنا مصاب بتخمة، أمرني الطبيب ألا أمارس رياضة عنيفة. أرجو أن تعذروني، أعذروني. لا تكن غبيا، نحن بحاجتك. كفى يا هاني، ليس أمامنا خيار، سنلعب بعشرة. سألعب من أجل رامي إذا وافقتم. من أنت؟ أنا هشام. ماذا؟ هل أنت تلعب كرة القدم فعلاً؟ ستعرف إذا سمحت لي باللعب. حسناً يا زرزور، ناوله ثيابك. هذا حدث رائع، بدلاً من اللاعب الأول رامي سيلعب هشام، وبذلك يكتمل عدد اللاعبين لفريق الكمال. هل يحسن لعب كرة القدم؟ المباراة تستمر بضربة حرة من فريق الكمال عن بعد 15 متراً خارج مرمى الصواعق. هاني سيحل الآن محل رامي، لنتابع. لا أستطيع الوقوف ضد دفاع قوي كهذا، كيف سأضرب الكرة؟ ابتعد ودعني أضرب الكرة. حتى دون وجود حارس مرمى لا تستطيع التأكد من وصول الكرة. ابتعد. سننطلق الآن، هيا. سأحرز هدفا في الوسط. لا. انظروا إلى تلك، يا لها من ضربة. هشام، لا تعلم ماذا يحدث في مباراة كرة القدم. فبعد حادث اللاعب الأول رامي الذي أصيب وانسحب، فإن مجيء هشام قد غير من جو المباراة نحو الأحسن. هشام، لا تهجم وحدك، مرر الكرة إلى وائل وفاضل. أستطيع أن أهجم وحدي. هل أنت بخير يا رامي؟ أين الكرة؟ ما الذي تتحدث عنه؟ نحن نلعب ضد فريق الصواعق. رائع، ممتاز، إنه مفاجأة.
إنه ماهر يلعب كلاعب محترف. نعم. أوه إنها مفاجأة، من كان يدري بأن هشام موهوب؟ اللاعب الجديد موهوب إلى هذه الدرجة، إنه مدهش، مدهش حقا. إنه لاعب كبير حقا، لكنه يلعب وحده. الهدف الثالث، لقد عكس لاعب الكمال سير المباراة. مدهش. كابتن، ما رأيك بأن نطلب من هشام الانضمام إلى فريقنا؟ إن يمنى رامي ويسرى هشام تشكلان تركيبة جيدة. ياه، إذا تمكنا من وضع هذه التشكيلة سنحقق بالاشتراك في دوري المدارس. لم تعد مباراة الدوري بالحكم البعيد، لما لا ندعوه للانضمام إلى فريقنا؟ لما لا؟ ما رأيك يا كابتن؟ لماذا أنت قلق كابتن؟ أنا لا أرفض وجوده، فسرعته وقوته رائعتان، لكن وإذا هشام يلعب وحده مرارا؟ فهذا أمر طبيعي، فهو لم يتدرب معنا أبدا، وهذا سبب واضح لتصرفه. كابتن، سوف أقابل هشام غدا. هشام، شكرا على مساعدتك لفريقنا بالأمس، لم أعرف أنك تلعب كرة القدم. بماذا فكرت إذن؟ إن فريق الكمال. أتيت لدعوتي للانضمام إلى فريقك. عد، لا أنوي اللعب معكم، ابتعد. هشام، رجاء أن تنضم إلى الفريق، أليست كرة القدم ممتعة؟ هيا نلعب معا. قلت بأني أكره كرة القدم. إن لم تحبها ما كنت لتصبح لاعبا جيدا. جفا. ضربة رائعة. جميعنا ننتظر مثل هذه الضربة. ماذا قال؟ هذا يعني أن لاعبي الفريق يطلبون انضمام. أنت لست مطلوبا في فريقنا. هيا انصرف، انصرف، هيا انصرف، قلت لك انصرف. أنسة حنين، مساء الخير يا رامي. هل كنت تنظرين إلى البحر؟ لا، كنت أنتظرك. هذه بطاقة الدعوة، سنقيم حفلة عزف بيانو، أريدك أن تأتي لتسمعني. شكرا، طبعا سأتي. يسعدني ذلك. من هشام؟ صحيح، أريدك أن تخبريني عنه. إنه شقي قليلا، لكنه محبوب لدى الجميع، لم يتوقع أحد بأنه ماهر في لعب كرة القدم، ولا أعرف ما السبب. ولكن لماذا لم يأتي للانضمام إلى فريقنا؟ لأن فريق الكمال مشهور بأنه فريق فاشل، أليس هذا صحيحا؟ لا تقولي ذلك. هشام، هل قررت الانضمام إلينا؟ لا، ليس بعد، لكنني أتيت لأشارك معكم التدريبات. رائع، انتظرناك يا هشام. إني أعتبر وجودك في فريقنا سيعطي الفريق ميزة إضافية. الفرق الأخرى ستخاف بالتأكيد. أنا الكابتن أمين، كيف حالك؟ عندي شرط واحد قبل الانضمام. ها؟ أن أكون في قلب الهجوم. قلب الهجوم؟ نعم، فقلب الهجوم هو الهداف الأول، وذلك يناسبني جدا. مهلا. يجب أن لا تقرر ما تشاء. لا تنسى يا هشام بأني أنا الذي أقرر، لأني الكابتن. حسنا. من يحسب نفسه هذا المغرور؟ اذهب إلى مركز لاعب الوسط يا رامي، هيا. حذر، لا لا، نريد المزاح، إن رامي هو قلب الهجوم. أنت يا هاني لا يمكنك أن تكون قلب الهجوم،
تراجع إلى الوراء، إنه مكانك لأنسب. هيا تبا لك. موقفه هذا سيسبب المتاعب لنا كما توقعت للأسف. تبا له، لن أدعاه يضرب الكرة. استعد خذ. حسنا. ضربة رائعة. ضربة أخرى يا رامي. لا تلعب وحدك يا هشام، أعطي رامي فرصة فهو أيضا هداف. تبا لك. أنا سأسجل الأهداف وأنتم تمرنوا على تمرير الكرة لي. الكابتن لم يقرر بعد وضعك بمركز قلب الهجوم. حسنا، سأثبت لكم من خلال التمرين من هو أفضل هداف، رامي أم أنا. يا له من ثرثار، لم يتخذ أحد مثل هذا الموقف. إنه مقتنع بأن الفريق سيصبح أقوى بفعل مشاركته. إذا تصرف هكذا فإن فريقنا سوف يتدمر. لكن رمياته قوية بالتأكيد، أظن أن رمياته ستكون سلاحنا. هل سندعه يتصرف هكذا؟ نعم، روح الفريق مهمة جدا ويجب أن نبقى متماسكين. لن نحل المشكلة إذا استمر النقاش بيننا جديا، يجب أن نتفاهم. إنك تغير رأيك مرارا يا بهاء، لذا أصمت. لكنها مشكلة كبيرة بالنسبة للفريق، لا يمكنني أن أسكت. ماذا؟ إذا انضم هشام إلينا فإننا سنزيد انتصاراتنا وبذلك سنكون في المقدمة. بهاء محق، لابد أنك تمزح. نعم لابد أنك تمزح. ها؟ كيف تجرؤ أيها الأحمق؟ قلت ذلك ثانية يا بهاء وسترى. سأكررها كما أريد، إنك تريد التخلص من هشام لأنه شغل مركزك. ماذا؟ إنك قلق على مركزك وليس على الفريق كله. لن أغفر لك أبدا. سأكررها ثانية. توقف، لن نقتتل فيما بيننا. كابتن ماذا نفعل؟ إن لم نفعل شيئا فسوف يحدث انقسام في الفريق. إما أن نختار تشكيلة فريق قوي مع هشام أو فريق ضعيف متماسك. بالطبع ذلك قرار صعب لك، عليك أن تتخذه يا كابتن ونحن معك. خذ. أنا تالي. كيف سألعب وهشام في الفريق؟ معك حق. أنا تالي. علاء، سمعت أن لديكم لاعبا جديدا قويا، علمت بقوة قدم هشام اليسرى، رأيته يلعب من قبل مع فريق الربيع لكنه انسحب وهذه عادته دائما. حقا؟ هل كان هشام لاعبا بذلك الفريق؟ إذن لماذا انسحب؟ لأنه حرك بسرعة. كانت لدى هشام مشكلة، لكن إذا تعاون مع رامي سيصبح الفريق أفضل. ما رأيك بإجراء مباراة تجريبية بينكم وبيننا؟ ماذا؟ أريد رؤية القوة الجديدة لفريقكم. حسنا، إذن إننا سنتقابل غدا في الساعة 3 تماما. إلى اللقاء. أنتم هنا؟ كما ترى. إن أتيت لإقناعنا بالانضمام إلى التمرين فذلك عبث. طبعا طبعا. كابتن، ألا تعلم بأني تشاجرت مع بهاء والسبب هو هشام؟ ماذا؟ قررنا ألا نتمرن طالما هشام سيبقى في الفريق، عليه أن يتركنا حالا. ما رأيك يا كابتن؟ عليك أن تختار بيننا وبين هشام. اقترح فريق النمور إجراء مباراة التجمع غدا في 3. لن ننضم ما لم ينسحب هشام من الفريق. هيا لنذهب. هيا هيا, هيا. انتظر يا هاني. أخبرتك لن أحضر، لا تسمع؟ لقد ألمتني كثيرا. تبا لك. تبا، إنني أكرهك، أريد الانسحاب من الفريق. انتظر يا هاني.
هاني، ألا يجب أن نذهب؟ قلنا لكم لن نذهب طالما بقي هشام. نعم نعم، لن نذهب وقد تأخر الوقت. صحيح. لقد ألغيت المباراة. لماذا؟ هاني أحمق. لست الملام. إلى اللقاء. إلى اللقاء. انظري يا منال، أمين هنا. سأتركك الآن لتتحدثي إليه. وداعا. مهلا. ما هذا؟ لقد وجدت المشاكل منذ لحظة انضمامي للفريق. ليبعد هؤلاء الأربعة من الفريق. لو لعبت بقلب الهجوم لهزمنا فريق النمور. غير صحيح. إذا كان ذلك غير صحيح، دعني أنافس رامي لنعرض من منا الأفضل ونرى. الأمر بسيط جدا، سوف نلعب لعبا نظيفا ونرى النتيجة. أنا مستعد دائما لقبول تحدي رامي، والآن وداعا إلى اللقاء. مرحبا، هل رأيتم الكابتن؟ إلى أين ذهب؟ لم يقل شيئا. ما كان ليذهب إلى البيت دون قولي شيء. أظن أن التخلي عن المباراة كانت صدمة كبيرة جدا، وربما ماذا؟ ربما ألقى بنفسي في البحر واضعا اللوم على نفسه. يكفي بسام، يكفي. دعوني وشأني، لم أستطع الحفاظ على الفريق متماسكا. لكن يا كابتن. اصمت واستمع. حينما كان هشام يلعب مع فريق الصواعق. مرر الكرة يا هشام. ابتعد عني. هشام ابتعد. مرر الكرة. اعمل بالقوانين يا هشام. هشام كل من يتجاهل اللعب الجماعي يجب أن ينسحب. إنك أناني. تريد كل شيء لنفسك. نعم، فلست الوحيد الذي يلعب كرة القدم. يجب أن تترك فريقنا. اخرج من هنا. انت حتى هشام. قلقت حينما اقترح اللاعبون قبوله كلاعب، لكنني ظننت أن الفريق سيتفاهم معه ويستمر متماسكا، وإذا رحبنا به فسوف يتكيف معنا ونصبح فريقا رائعا. لكن كانت النتيجة كما رأيتم عكسية تماما. لقد خاب ظني في أن يتغير، لذلك قررت إلغاء المباراة. لقد أساء إلي كالجميع. أنا آسف كابتن. لم أفهم مشاعرك كابتن، لم أكن أعرف أنك تخليت عن مباراة اليوم. لم أعرف. وأنا أيضا سأحاول أن أحتمل كل ما يقوله هشام يا كابتن. آسف، سامحني. أنا آسف حقا. سامحني كابتن. هاني، عماد، وائل، فاضل، إذن هنا تعقدون اجتماعاتكم دائما لمناقشة أموركم. بحثت عنك مدة طويلة. أرجو أن تقرر من سيكون هداف الفريق يا كابتن. من منا الأفضل ليكون الهداف الأول للفريق؟ هيا نتنافس الآن. تقصد هنا؟ نعم، ولنبدأ. Thank you.
يجب على الهداف الأول أن يكون سريعاً ومسيطراً على الكرة. والآن تعرفون من هو الهداف الأول. ستكون بخير، لابد أن الضربة كانت قوية. إنك بخير الآن، هيا انطلق. هيا لا يستطيع الطيران، والسبب هشام. لو أطلقته من مكان عال فسوف يطير. دعنا نجرب ذلك على الكرة. فكرة، لنحاول. هيا لا تخف، سأساعدك. رغم أن الضربة خفيفة فالكرة ارتفعت عاليا، رائع. وكذلك دون أن تدور أيضا. يا هشام، هل رأيت مهارة رامي؟ الهدف لا يحتاج فقط إلى السرعة والسيطرة على الكرة، إنه يستخدم مهاراته فقط. إنه يهدف عاليا، أحسن. ونسيت أن أذهب إلى حفلة حنين الموسيقية. يبدأ هشام في فرض آرائه على الفريق، ويحاول جاهدا الحصول على مركز قلب الهجوم، وأيضا يحاول استفزاز الكابتن أمين. ترى هل سيسمح له الفريق؟ هل سيأخذ مكان رامي؟ وما هو رأي الكابتن أمين؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة من الهداف.